ما حدا عم يجي لعندي ولا حدا عم يسأل عنك. طيب انت ما عم تطلعي؟ اخ يا عبير لوين بدي اطلع؟ الولاد تعبانين، تعبيني معه. احمد عم يعذبني كتير، بضل بيسأل على ابوه. هالولد بده رجال يغير تربايته، ولا رح يطلع مثل انور. ايه هذا اللي مخوفني، والله ما عم بقدر عليه، اخلاقه كتير صعبة، بس مضطرة سايره وراعيه بعد ما مات ابوه. ماما في بيت قريب بده ينباع جنب بيت عمتي، شو رأيك تاخدي؟ وهيك نضل قراب من بعض. هلا عم بتقولي الله يسامحك، اشتريت شقة ودفعت حقها غالي كتير، هي صحيح مو جنب بيت عمتك بس قريب منه. وامتى رح تنتقلي عليها؟ ما بعرف بصراحة يا عبير، انا خايفة اسكن لحالي، البيت كبير كتير وحاسة انه بخوف. ولا يهمك، انا ما رح اتركك ابدا، وببقى بطلع عليك كل يوم. عبير ماما انت سامحتيني؟ سامحك، انا بدي سامحك، انت اللي لازم تسامحيني، انت امي لحتى اموت بتضلي امي.